صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. شكلك مش مبسوطة ليه؟ لا عادي مفيش. هو انت يا تيجي وتخلينا نتخانق انا وامك وتسيبينا وتمشي، يا تيجي وبرضه تخلينا نقلق عليكي وتسيبينا وتمشي. مالك؟ هو انتوا بتقلقوا عليا يا بابا؟ طبعا مش معنى ان انا سايبك تتصرفي براحتك اني ما قلقش. انا خليتك مسؤولة عن نفسك، لكن برضو احيانا بقلق عليكي من المسؤولية دي. انت طلعتني كده ليه؟ عشان انا كده اتربيت، كده اتعلمت اكون حر في قراراتي من غير ما اغضب ربنا. وانت قريب لربنا؟ انت اول مرة تسأليني السؤال ده يا سارة. لا عادي، عشان بشوفك ما بتصليش وبتشرب، بتصوم رمضان بالعافية عشان السجاير. انت مركزة قوي معايا يا سارة. طب كويس، طالما عرفتي السيئات اللي فيا ياريت تعملي العكس، ولا انت بس تنقضي؟ لا هو اكيد الحوار ده مش هيخليك تفهمي غلط. وافهمي غلط ليه؟ أكيد في حاجات سيئة أنت شايفاها فيا. ما تزعلش مني. وأزعل ليه؟ ده اللي أنت شايفاه، بس أنت دخلتي قلبي. تعرفي علاقتي بربنا؟ أنت عارفة قد إيه أنا جاهدت عشان أبطل كل حاجة ممكن تغضبه؟ أنا شخصيتي فيها حاجات كتيرة مش كويسة، لكن بدعي ربنا إنه يخلصني من كل حاجة وحشة. أكيد أنا ما كنتش أقصد كل ده. بالعكس، أنا عايزك تقصدي. ربنا سبحانه وتعالى رحمته سابقة غضبه، كريم، والكريم إذا قدر عفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ولا تقنطوا معناها لا تيأسوا من رحمته. أنا كنت بشرب كل يوم، بس دلوقتي مرة في الأسبوع، وإن شاء الله هبطلها. أنا كل يوم قبل ما أنام بدعي ربنا إنه ما ياخدنيش وأنا لسه مقصر. بعد الشر عليك يا بابا. بعد الشر ليه؟ دي حاجة لازم تحصل. التغيير مش ضروري يكون مرة واحدة، ممكن يكون بالتدريج، بس انت وحظك بقى. على فكرة يا سارة، انا بقيت اصلي. انت عارفة الحاجة الوحيدة اللي زعلت في كلامك هي ايه؟ ايه يا ماما؟ لانك بتحكمي عليا باللي انت شايفاه من برة، كأنك مش عارفاني، مع اني انا عمري ما حكمت عليكي برضو باللي انا شايفه من برة، لاني ضامنك. تحكم عليا ازاي؟ مثلا يعني اصحابك اللي بيجوا يسهروا طول الليل، ولاد وبنات، انت فاكره ان انا مش عارف؟ اكيد عارف، بس انا واثق فيك. انا متاكد انك مش هتستعملي حريتك دي للغلط. انا فاهمك، ولازم تفهم ابوكي. انا ربنا مديني الفرصه اني اتوب لحد دلوقتي بحكم سني الكبير، لكن انتي لسه صغيرة، ما تقعيش في الغلط اللي انا وقعت فيه. اعملي كده اسهلك. اكيد يا بابا. بونجور يا حبيبتي. بونجور. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. كويس ان انتي جيتي. على فكرة نشاهي بنتها خلفت، اعملي حسابك نروح نبارك لها. بالك يا حبيبتي، نفسي تجيبي بيبي صغنون كده نفضل نلعب بيه. كله بوقت.